نصلي في مسجد عندنا في مصر القديمة، فكنا يعني ايه سبحان الله كان هناك يعني كانت المسألة كانت صعبة شوية، يعني ايه يعني كان ممنوع اي واحد ملتحي يخش لا يأذن ولا يصلي بيهم في المسجد، كانت المسألة عندهم يعني ضرب نار يعني. فالمهم وكان تحصل مشاكل دايما بين بعض الاخوه ومن بعض الناس. انا الحمد لله دائما يعني طول عمري في دعوتي كده الحمد لله ما احبش الشده، احب طبعا اللين فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان في يوم من الايام اكتشفنا ان القبله في المسجد ده اصلا غلط. طب نعمل ايه؟ اذا كانوا هم مش طايقين يشوفونا اصلا، فلما نقول لهم القبله غلط ده ممكن يعمر الفرفر ويستخبى في الدره. طب اعمل ايه؟ طبعا لازم ايه؟ يعني واحده واحده. فبدا بعض الشباب يقف وهي القبله غلط وان من شروط الصلاه استقبال القبله وان هذه الصلاه يا عم الحاج بالراحه مش كده. يعني طبعا دي مساله مش 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 بسيطه لكن نوصل لهم بالراحه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى انا بدات يعني اتكلم معهم باللين برضه لم يقبلوا. جينا في يوم من الايام ربنا اكرمنا بزلزال 92، فالزلزال لما حصل بعد الزلزال مباشره وقفت انا واديت درس في المسجد يعني. فالناس ابتدوا يتاثروا بالكلام خصوصا بقى ان الكل كان شايف الزلزال والمنظر يعني حاجه كان صعب يعني. فالمهم بعدها مباشره بدات يعني اتخولهم كده بالموعظه كل يوم 10 دقائق بعد العشاء، الى ان ربنا سبحانه وتعالى يسر اني بدانا نتكلم ويا جماعه الخير وربنا يبارك فيكم وانا ابنكم الصغير ويعني بتمنى ان انتم تعلموا جيدا ان انا والله ما اريد لكم الا الخير، لكن يعني اظن في الاخ فلان كان جاب البوسطه هنا وشاف القبله بتاعه المسجد فلقى فيه انحراف بسيط كده، لو تاذنونا بس يعني ما بين المغرب والعشاء نحط خطوط ونظبط القبله، ده لو اذنتونا ما اذنتوش احنا ولادكم ويعني فعلى طول يعني بالاسلوب ده وافقوا. المهم ربنا يسر هم وافقوا، كان الكلام ده في صلاه المغرب. هم مشوا من هنا وجينا على طول لازم تطرق على الحديد والساخن، وجبنا اللزق وحطينا في المسجد وظبطنا جم العشاء صلوا على القبله ايه الصحيح. اخونا جه يصلي بينا ربنا يبارك فيه كان بيصلي بينا عمره ما كان بيقرا من سوره البقره ابدا. في اليوم ده يقدر ربنا سبحانه وتعالى يقرا ويبدا من قول المولى عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قلت يا حبيبي يعني حبكت الايه دي دلوقتي يعني سبحان الله. فالمهم يعني الحمد لله عدت لان هم اصلا ما فهموش يعني المساله خالص فعدت الحمد لله. اللي اقصده ان بالليل تقدر تعمل كل حاجه وتغير كل حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى وعن تجارب انا عشتها في حياتي الدعويه ربنا يبارك في الجميع. نكمل الموضوع احنا وصلنا لحد فين؟ رقم خمسه بقى، رقم خمسه من الثمرات المريره. والله يا محمد رقم خمسه من الثمرات المريره ان ترك الصلاه تضييع لحقوق عباد الله الصالحين. تقول ازاي؟ ده انا لما ما بصليش هم دي حقهم في ايه؟ اقول لك يا سيدي ما هو انت في التشهد يجب عليك ان تقول في من ضمن صيغ التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ده جزء من التشهد صح ولا لا؟ يقول صلى الله عليه وسلم من حديث في البخاري ومسلم فإذا قالها العبد خد بالك بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. يبقى أنت لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يصل هذا السلام لكل عبد صالح في السماء وفي الأرض، يعني الملائكة توصلها لأنهم عباد الله صالحين. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فإذا تركت الصلاة حجبت هذا السلام ولم يصل إلى أي عبد من عباد الله، يبقى انت كده كنت سبب في ان انت تعطل وصول هذه التحيه منك انت لاهل السماوات والارض. شوف خدت بالك بقى المساله جايه منين؟ يبقى انت لما بتصلي بتسلم على اهل السماوات والارض. الصلاه فيها خير كتير يا جماعه، خير كتير قوي قوي، بس اللي يعرف قدرها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم سته ودي مرعبه قوي 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 والله ما اتمناها لك ابدا. اللي يترك صلاه واحده متعمدا فقد برئت منه ذمه الله. انا بقولها والله العظيم وانا خايف اقولها، في اكتر من كده؟ حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح في جزء من الحديث فان من ترك صلاه مكتوبه متعمدا فقد برئت منه ذمه الله. يا الله بقى معقول ابقى انا راجل مسلم وموحد والله عز وجل يتبرأ مني برئت منه ذمه الله؟ ذمه الله يعني ازاي تعيش في حياتك، ازاي تعيش في الكون وقد برئت منك ذمه الله سبحانه وتعالى. طيب رقم سبعه، ترك الصلاة يظلم القلب ويسود الوجه. ازاي؟ هقول لك حاجة، اصل الطاعة نور والمعصية ظلمة، متفقين على ديت؟ متفقين ان ربنا قال ايه؟ او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اللي ربنا يحيي قلبه بنور الطاعة بنور السنة بنور الصلاة
والحج والزكاة والذكر والقرآن، هل يستوي هذا مع اللي تركه في الظلمات دي كلها، ظلمات المعاصي؟ فالطاعة ومن بينها وعلى رأسها الصلاة نور، نور للعبد بفضل الله سبحانه وتعالى. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الصلاة بتاعتك اللي انت تصليها في العشاء والفجر دي، الصلاة دي يوم القيامة هتبقى ليك نور بيصنع كده على الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ يبقى ترك الصلاة يظلم القلب ويسود الوجه، وكلما قويت الظلمة ازدادت الحيرة حتى يقع تارك الصلاة في الضلالات وهو لا يشعر. ربنا يعافينا وعافيكم. يبقى ايه؟ يبقى رقم 7، انا عمال بقول لك 16 بسرعة كده عشان ايه نوصل للحتة اللي احنا عايزين نقولها بقى، ليه الشبهة بقى، الشبهة اللي بتخلي الناس كتيرة مش عايزة تصلي، وطول ما بتصلي وهو مقتنع انه ما بيصليش وانه صاحب حق وان هو كده معذور، وان هو ان شاء الله لما ربنا ييسر بقى ان شاء الله والاعذار دي كلها تروح ان شاء الله يبتدي يصلي مره تانية. لا، خد بالك من حاجه، مفيش حد معذور في ترك الصلاه الا الحائض والنفساء فقط. المجاهد في سبيل الله في ارض المعركه شرع الله عز وجل له صلاه الخوف، مجموعه تصلي ومجموعه تانية تستنى، وفي صيغ كثيره جدا وكيفيات كثيره جدا لصلاه الخوف، يعني لسنا بصدد شرح هذه المساله. فحتى المجاهد بيصلي، حتى المريض، المريض اللي مش قادر يتحرك اللي قاعد بيتأوه طول الليل واجب عليه الصلاة، واجب عليه. ايوه واجب عليه. طب بس ده مش رحمة؟ لا والله ده عين الرحمة. ازاي؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول للناس صل قائما، فان لم تستطع فصل قاعدا، فعلى جنبك، في اكتر من كده؟ صل بعينيك. مش قادر توضأ، تيمم، في اكتر من كده؟ يعني هتصلي وانت نايم وبتتيمم وما فيش اي تعب ولا مشقة، بس هتصلي، هتصلي، لازم تصلي الصلاة، صلة بالله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ ترك الصلاة يسود القلب، وايه؟ ويظلم القلب ويسود الوجه. طيب رقم 8، ترك الصلاة يورث النفاق.